لما تغسلان هذه العصا؟ أهي وسخة؟ إنها العصا التي يستعملها فأر لنلعب لعبة القفز. عليها مادة لزجة من شجرة غريبة الشكل، والآن نحن ملتصقان. شجرة غريبة؟ كان لحاؤها محرفشة وأوراقها كبيرة؟ أجل، كيف عرفتن؟ إنها شجرة المادة اللزجة. نعم، وعندما تتعرض للخدش تفرز مادة من جذعها لتشفي نفسها. يستعمل نصح هذه المادة المضادة للماء ليلصق خشبته العائمة. يعني أن الماء لن يزيلها. لن يزيلها؟ إذن كيف سنتخلص من المشكلة؟ وقت القفز والتفكير. كيف نتخلص من هذه العصا اللزجة؟ أنا لدي فكرة، لما لا تسحب كفيكما بسرعة؟ ولكننا سننسى بعض الفراء. ويبدو الأمر مؤلما. مستحيل. ماذا لو كسرتما العصا؟ عندها لن تلتصق ببعضكما البعض. ولكنها عصاي المفضلة للقفز. وسنبقى ملتصقين بطرفين مكسورين. هاي، ربما نستطيع استعمال شيء لكشط الصامغ كهذه الصدفة. أوبس، لقد زينت العصا من دون قصد. عليكما أن تسحبا كفيكما. ولو خسرتما الفراء. إلا إذا أردتما البقاء ملتصقين معا إلى الأبد. معا إلى الأبد؟ أتساءل كيف سيكون الوضع. يبدو لي الأمر مدهشا. نحن مع بعضنا معظم الوقت. مثلكن أيتها البطاط، أنتن تبقين مع بعضكن لبعض دائما وتستمتعن معا. صحيح، لا نشعر بالوحدة أو بالضجر. وإن شعرت بالحكاية فأنا موجودة لأساعدك. تماما، سيكون الأمر سهلا. مهلا، لم نقل إن الأمر سهل. حلت المسألة، سنبقى أنا وأرنب ملتصقين ببعضنا البعض إلى الأبد. سيكون الأمر رائعا جدا. وأعرف ماذا سأفعل الآن. سوف أسبح. هيا بنا. لحظة، انتظر، لا أحب السباحة. صحيح، أنت لا تحبها. هل هذا يعني أنه علي السباحة مع العلم أني أكرهها؟ هل يعني هذا أني لن أسبح مطلقا؟ أتعلمان، عندما لا نستطيع الاتفاق على أمر ما نتفق على أن نتفق، أي أننا نجد حلا يناسب الجميع حتى ولم يكن مثاليا. هذا منطقي. هاي، عندي فكرة. الاتفاق، هذا رائع. لا أستطيع السباحة بعيدا، ولكنني أستطيع الانتعاش. وأنا أبقى جافا. جافا تقريبا. انظرنا، لا تزال الأشياء تعلق بتلك العصا. لا أصدق. عفوا، معدتي تصدر أصواتا. هل هناك من يشعر بالجوع؟ أنا. أعلى أرنب. أمسكت بها. خبر جيد، إنها ناضجة. ممتاز، نريد اثنين فقط. تأكد من إزالة القشرة لأنها تعلق بأسناني. هاي هاي، سيكون تناول الطعام معا أصعب بكثير مما تصورت. فأر، لما لا تحاول أنت والأرنب استبدال الأدوار كما نفعل؟ شهية جدا، دورك. نستبدل الأدوار؟ نستطيع فعل هذا. ماذا لو تأكل أنت عندما تكون الذرة في هذا الاتجاه، وأنا سأكل عندما تأتي في هذا الاتجاه؟ حسنا، ابدأ أنت أولا. تبادل الأدوار يساعد فعلا. كان هذا شهيا جدا، لقد شبعت. ماذا نفعل الآن؟ نلعب تلك اللعبة. أي لعبة؟ التي اخترعها. ما هو اسمها؟ القفز. أجل، نحب لعبة القفز. لا نعرف كيف نلعبها. لا تقلقن، سنريكن. هيا بنا، سنلعب في المرج. أرنب، انتبه إلى قشرة الذرة. حسنا، إليكن كيف نلعبها. أحد منا يجلس القرفصاء هكذا، والآخر يقفز من فوقه.
الأمر ممتع جدا. انظر. هيا أرنب الأنبي تشجع وقفز. هيا. لم يحدث هذا من قبل. نحن لم نعلق بعصا من قبل. لا أعتقد أنكما ستلعبان هذه اللعبة بعد الآن. ولكنها لعبتنا المفضلة. لقد أصبحت مشكلة العصا مزعجة فعلا. إلا إن لم تكن العصا هي المشكلة. ماذا تعني؟ قد نحتاج إلى لعبة جديدة. لعبة نلعبها ونحن ملتصقان. أتقصد علينا أن نخترع لعبة تحتاج إلى عصا؟ قد ننجح في ذلك. حسنا، نفكر ونقفز. أي نوع من الألعاب نستطيع أن نلعبه بالعصا؟ حسنا، فيها كوز صنوبر وصدفة وتهسهس ولزجة. علينا ألا نمسك بها. تنبيكا، وجدتها. تلوي يدي. آسف، لقد كدت أنسى أننا ملتصقين. وأنا أيضا. يبدو لي مهما بدا الأمر رائعا أن نكون ملتصقين، إلا أن هناك ما لا نستطيع القيام به، مثلا القفز عاليا أو الرقص والسباحة. أجل، ربما حان الوقت لننفصل عن هذه العصا. ولكن كيف سنفعل هذا؟ فراؤنا ملتصق للغاية. تعرفان كيف؟ سبق أن قلت لكما. تقصدين؟ عليكما نزع العصا عن فرائكما. حسنا، لنسحب إذا. عند الرقم ثلاثة. واحد، اثنان، ثلاثة. نجحنا. لقد نجحنا ولم يؤلمنا ذلك كثيرا. أجل. حسنا، هذا ألمني بعض الشيء. هيا فلننقع يدينا إلى أن تتحسنا قليلا. الالتصاق بأرنب أصعب مما تصورت. كان علينا أن نتفق على بعض الأشياء ونستبدل الأدوار ونجرب أفكار سخيفة، وفي النهاية اضطررنا إلى خسارة بعض الفراء. ولكن الأمر الجيد هو أني وأرنب نستطيع أن نحل جميع المشاكل تقريبا طالما نلتصق معا.